مش تقيله ولا حاجه، بس اصل اتفاجئت ان جابر بيه مش موجود. لا موجود، كانه موجود. انا جابر الكون، اتفاجئت مش كده؟ معلش اصل القرار لسه طالع جديد، المكتب كله مجهز. مش معقول كده يا باشا، نائب رئيس مجلس اداره مره واحده؟ ده كتير قوي، ما ينفعش. جري يا عاطف، انت واثق عليا ولا ايه؟ انت ناسي ان دي شركاتي وفلوسي، انا حر فيهم يا اخي. يا باشا على راسي من فوق، بس دي واحده لا تعرف اداره ولا دياوله، هي طلعت نزلت حته محاميه يعني. هتلم لسانك بقى يا عاطف واتكلم بادب. المحاميه اللي بتكلم عنها دي هتبقى مراتي. مراتك؟ ايوه، ويمكن نكتب الورقه دي بعد اسبوع. عرفي يعني؟ امال يعني افتح عليا النار من سوريا والبلوه اللي موجوده في امريكا؟ على اي حال انت حر يا باشا، بس انا قلقان عليك جدا. يا سيدي اطمن، كارما لا ليها في اداره شركات ولا عايزه تبقى ليها علاقه بالقصه دي خالص. هي طلبت الكرسي ده مؤقتا عشان تفش غلها وتكسر حبها القديم. حب؟ معلش والله بقى لي كتير ما ضحكتش، والكلمه الكلمه كده لذيذه قوي. ليك حق تتريقي طبعا، بس ده ما يمنعش برضه ان انا حبيتك يا كارما وانت كمان. الاستاذه كارما، خد بالك دي تاني مره بنبهك والتالته ثابته. انا اسف، انا مش قصدي، بس انا بتكلم على طبيعتي. طبيعتك؟ اي طبيعه فيهم بالظبط؟ معلش اصل انت طبيعك كتير قوي، اني واحده عشان افهم؟ الكلام اللي بتقوليه ده يعني ايه طبيعي كتير؟ مش فاهم. يعني الوشوش يا دكتور. يعني انا دلوقتي محتاره، عايز اعرف انا بتكلم اني وش؟ وش العصفور البريء اللي حبني من اول نظره في المصحه، ولا وش الثعلب الخايل اللي باعني عشان خاطر وظيفة في مستشفى سبع نجوم، ولا وش الطبح اللي بينهش جثث الأموات ويباعها في السوق السوداء ومستشفيات أوروبا؟ اللي انت بتقوليه ده؟ مستشفيات ايه وجثث ايه؟ ايه الكلام ده؟ ده الوش الغبي بقى. ماشي اوكي، يلا استهلك كهربا زيادة، انا شخصيا فاضية وعندي وقت ممكن اتسلى. اشحن، طلع وش جديد من جرابك يا حاوي. يا كارما افهمي، انا الحكايه كلها انت واطي. حزمه ابلسه اتعجنوا في بعض، طلعوا هيكل بني ادم ما عندوش لا قلب ولا ضمير ولا شرف ولا كرامه. بس انا مش عارفه يعني ازاي اسمك شريف طاهر، اسم مش على مسمى خالص بجد. كان المفروض يسموك خسيس كافر. لا بقى كفايه كده، لحد كده وكفايه، انا مش هقبل اهانه اكتر من كده. لا والله مش هستحمل اهانات اكتر من كده. عندك دم يعني كده وكرامه؟ طب هايل، برافو، دبدب في الارض وهلل كمان، وريني بقى وجع الاهانه. في ايه يا كرمة؟ مالك؟ انت جايباني هنا عشان تتشافي فيا ولا ايه؟ انا جايبك هنا عشان اذلك. أنا بذلك. بتذليني يا كرم؟ وفي نفس المكان اللي حضرتك بعتني فيه. بس شوف بقى دلوقتي أملاك جابر الكومي كلها تحت إيدي أنا، وأنا بذلك. بذلك في شغلك ومستقبلك وحياتك. وريني بقى، يمكن أكون أنا غلطانة وتثبتلي مرة واحدة إن أنت عندك كرامة وأقدم استقالتك. شفت؟ شفت قد إيه أنت رخيص؟ لا أنا مش رخيص يا كرم، وأنت عارفة كده كويس. أنا وقفت جنبك في المصحة لحد ما خفيتي وخرجت منها، حاولت افهمك الدنيا دي ماشيه ازاي، انت اللي ما فهمتيش. ايه المشكله يعني ان اغلط مره واحده في حياتي عشان اعيش؟ عايز اعيش زي ما كل الناس ما عايشه، حصل ايه يعني؟ ايوه انا مضيت قرار بفصل الدكتور شريف طاهر من مستشفى الامل،
لو سمحتي بلغي إدارة المستشفى تديله بقية مستحقاته وتوضح قرار الفصل، سوء السمع والانحراف الوظيفي. انت بتقولي ايه؟ سوء سمعة ايه دي؟ مع الرأفة يا دكتور، انا بس عملت قرار الفصل بدون ما بلغ النيابة بجرائمك الطبية اللي مستنداتها كلها تحت ايدي، رأفة مني عشان وقفتك جنبي في المصحة زمان. طب كرمة، كرمة عشان خاطري ابوس ايدك. ما تلمسنيش.